FM. الكلمة ليك. صدقني كي ناخذ الترانسبور العادي 3 ساعات باش نجي و 3 ساعات باش نروح. بربي باش نسالك سؤال دقيق في المسألة هذه باش مهمة للرأي العام باش يلتقط المسألة. راهو الصورة بسيطة، الرأي العام باش خرج، جاء سيد كاتب الدولة لملك الدولة حاب يدخل جناح معين، أنت منعته من ذلك، صحيح هذا ولا غلط؟ بون منعته خاطر ماهوش مثلا بالنسبة للسونتر دورنا في السونتر حتى لي ديبو، شنو هو الجناح اللي حاب يدخل له؟ ولي كاف والكل تخللهم. شنو هو الجناح؟ هو هذا سكن وظيفي ماهوش جناح. السكن انت ساكنه فيه ولا شكون ساكن فيه؟ معناها ولا زوز معناها ماهوش جناح. شكون ساكن فيهم؟ ساكنه فيه انا باذن قضائي، وهذه يمكن في بزياره في الوقت. انت قلت لي تو ساكنه في بن عروس ولا؟ 23 ديسمبر. كنت تو في نقول لك يمكن هذيك الجمعه الثانيه اللي انا سكنت فيه. في دار القانون ما هو سكن وظيفي في دار القانون والمتصرف القضائي في باله. فما ريد شوسي، هو ريد شوسي اذا كان قبل باش يعملوه خاطر سكن للاطارات متطوعين دي فينيفول كوريين. أيوة. واحد باش يكون مونيتور نتاع جيدو، واحد جو كخوا باش يقري فورماسيون، واحد كلوب لي زار اكسيتيرا. أيوة. خاطر باش نوضحوا مراشات فنيه ومعناها وحرفيه كيما نلقاو الفرونري المينويزغي لار دو فير، فما نوادي كيما المسرح السينما الموسيقى الفن التشكيلي، فما ورشة صيانة الحواسيب، فما تغليف وتعليب، معناها هو كلهم ورشات، وفما زيدا الأنشطة معناها لي زاكتيفيتي كولتوريل وسبورتيف، ومعناها هذم كانوا باش يكونوا متطوعين، وهذاك علاش باش يكونوا باش يسكنوا في الريد شوس. كاب اف ام الكلمة ليك.